شاء الله الحمد لله نشتري شوية شوية صعيبة الدنيا شوية وغالية شوية. نحن دجاج طماش خلطين عليه. أنا دير حاجة متوحد ولا دور اللي خليت خلي لي البروزون بتاعه. يا بروزون كي تسكرني أنت الحانوت كيفاش نجم منك ظروف توها اقتصادية حتى يحتفل في داره. احكينا الأوضاع العامة في البلاد ماشية الدنيا ولا ساعة في 23؟ إن شاء الله الحمد لله نشتري شوية شوية وسيش روحوا معها ربي الدنيا وبشوية هذيك الحياة الدنيا راه والحمد لله الحمد لله واحد هاكو يطلع شوية وعنده ثلاثة صار يخدم عليهم وربي يجيب القسم وشوية شوية هذيك الدنيا كل مرة صعيبة الدنيا شوية وغالية شوية وربي يسر أخويا. خذيت الجاتو ولا؟ لا مازلت خويا الجاتو مازال ربي سهل. عندكش فكرة على سوام ساعة؟ سوام أخويا إن المرأة تعمل جاتو ما تحبش شكل الجاتو تاع البر تحب تقد وحدها وتسيخ عليها وحدها نشري لها قطايع مكتب ربي وهي دبر راسها هاكو ماكينات عندها وكل شيء يتخلط وتقد روحها وكهو ربي سهل. سوم الدجاجة قال لك السنة ب 20,000، أنت شنو رأيك؟ أخويا 20,000 برشا نكذبهم برشا هاكو فما نحن دجاجة ما عادش خالطين عليه ناخذوا النص وخليوا النص ناخذ نكملوا باخي كل يوم ناخذوا النص فهمت وبشوية بشوية كل مرة نهار مرة حوت مرة دجاج مرة شوية الحم هذاك خلي وسكت ودار بعشي تقرب شمل وربي يستر أخوي ربي ظروف توها اقتصادية حتى يحتفل في داره ما عاش يسم يحتفل بوتين ما عاش يسم ما نقدرش عليه تو نسيب ثلاثة صغار مش يجم يهز مرته بوتين مصير تو حتى يجم يقضي عندي بنتي يقضي فيها في الجامعة كل يوم مصرف عليه كل يوم تاخذ علي 20 دينار وتعمل لي عروض تقول لي ما عادش تعمل لي شيء 20 دينار كل يوم وانا نتصور حجام نخدم يا اخي مش نخدم شيء وانا وهابط علينا الضوء والماء مليون و600 فرش مليون خلصوا به بشويه قال لي لازمك تدفع 500,000 ونقسموهم لك مع اليوم نقصوا الاسعار هذوك فهمتني وانا نمشي وحده وحده وربي يستر وربي يستر ان شاء الله ان شاء الله انت تقول معناتها الحجام ما عادش كيما قبل الخدمه ما عادش كيما قبل ما عادش فما ششوارات الناس كل ولات تشري ماكينه تحجب شو مش حجم حجم يقاول راسه بالماكينه يجيني انا نقول اعمل لي دور بالله دور قديم شيخ برسم تقول لك دور 3,000 برثين انا دير حجم واحد ولا دور اللي خذيت خلي لي البلوزون بتاعه يا بلوزون تاع الموريك يا بلوزون والله العظيم اللي عنده فلوس رهني يا بلوزون والله رهني والله يخليه هنا رهني يا رهني بير ما عندوش بالله سمي نعم بالله هاو شوف شو قاعد نتعرق ما ما تجيش معنا مك ولا سيسور واحد وربي يخلصه كسروا لي برشا حاجات هكاك كسروا لي ساعات يخليني في شق تعريف ساعات يخليني يقول لي ما عنديش فلوس ساعات من الوش ساعات يبدا عندي يقول لي انت عملت عني مزيه ها فلوسك وكل حد ضمين راه ضمين راه كل شيء ضمين اقسم بالله العظيم ما يعطيك شيء كان يعطيك الرب سبحانه هاكم انا عرقته ولا كلمته او خليه لي راني سامحني بالله وكل شيء بالضمين ان شاء الله ربي يرفضني وذلك هي مهز معي شيء أنا مهز شيء أنا نخدمه وعندي ثلاثة صغار عندي زوز وليد واحد بطار هاكم لو حريقا وصل لي الجامعة وصل الباك دوب لا لبس علي قراية كل لبس علي يقرأ وصل الباك بطل القراية يا ودي يديك يا ودي معلم ولا يبكي ما كثر ما المعلم ما كثر ما هبل على ودي قال له بطلت المكتب وسيب ورق يا ودي ما تقدمش ورق ترجع لي شيء قال لا ايش حاب تعمل له ذا وصل لأي شيء وصل قسم نور حتى قسم حتى وصل الباك وصل الباك بطل القلب دوب يجم يعاود قال لي راه المعلم تاعو قال لي يجم يعاود ولدك يعاود ينجح ما حبش عكسني عكسه عمي مريتها في حياتي هو قال لي سكر حنوت زاد هناك قلت بالله نقول لك سكر حنوت كيفاش نجي منك انا كي تسكرني انت الحنوت كيفاش نجي منك يجي يقول لك اعطيني 5-10 هذا كلام هذا قالوا لي برشا هو بيدو برا بي اكو راقد في الدار دبر خدمة اخدمها شوية مات وبط سحب نعمل ولقد نتحرك معاه ما نجمش ونتعمل سيس عليه بشوية وربي انا قلت لك ربي يهدينا في بعضنا هذيك حاجة بيه جميل يا ربي يهدينا وان شاء الله باهي كي انت كحلاق تونسي اعطينا كلمة الختام وشنو تقول الحرفية متاعك ان شاء الله الحرفية متاعي عاونوني شوية ما يكسحوش عليه